آلاف الأشخاص شاركوا في مظاهرة حاشدة في منطقة تارينتو جنوب إيطاليا، دعت إليها النقابات العمالية الكبرى، وذلك احتجاجا على أمر قضائي صدر الأسبوع الماضي يتعلق بغلق جزء من مصنع الفولاذ إلفا الذي يشغل حوالي 12 ألف شخص. حجة القضاة أن المصنع يشكل خطرا على صحة سكان المنطقة لما يسببه من تلوث. لا يمكننا الاختيار بين الصحة والحق في العمل، إنها حقوق يجب ضمانها، وهذا ما نطالب به، الصحة والعمل. البعض يأتي من كالابريا للعمل هنا، وإذا أغلق المصنع في تارانتو فإن المحافظات الجنوبية كلها ستتضرر. العمال والنقابيون كانوا يتجنبون في الماضي رفع دعاوى ضد ما تسببه منشأة المصنع من تلوث حتى لا يخسروا عملهم ويتسببوا في إغلاق المحرك الاقتصادي للمنطقة. إنها قضية صعبة ومعقدة تبين بوضوح محنة العمال، هناك دائما خلافات طفيفة بيننا، لكن لا يجب أن نخاف من ذلك وعلينا مواجهة الموضوع بتروي. الخبراء أشاروا من ناحيتهم إلى أن المنشأة مسؤولة عن كارثة بيئية تسببت بمقتل أكثر من 300 شخص خلال العشرية الأخيرة، هذا إضافة إلى انتشار عديد الأمراض في المناطق المحيطة بالمصنع الذي يقدر إنتاجه بأكثر من 8 ملايين طن من الفولاذ سنويا، أي ما يعادل ثلث الإنتاج في البلاد.